بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنتكلم عن موضوع جدا مهم وهو العلاقة بين جرثومة المعدة وسرطان المعدة. طبعا 60% من الناس يحملون هذه الجرثومة، جرثومة المعدة. ممكن البعض يكون عنده أعراض والبعض الآخر ما يكون عنده أعراض. إشكالية جرثومة المعدة أنها هي أحد أهم أسباب سرطان المعدة وتحتاج علاج. سرطان المعدة هو خامس مسبب الوفيات في دولة الإمارات. الإشكالية هي أن كثير من المرضى نشوفهم نحن حاليا هم في 30 أو 40 من العمر، يعني هم شباب، وهذا السرطان ممكن تفاديه عن طريق علاج جرثومة المعدة. علاج جرثومة المعدة هو علاج بسيط، عبارة عن مضاد حيوي. والإشكالية اللي احنا نواجهها أن كثير من المرضى لا يقومون بمتابعة علاج الجرثومة. في إحدى الدراسات في الدولة من عدة سنوات 70% من المرضى المصابين بجرثومة المعدة لا يقومون بمتابعة العلاج والتأكد من ذهاب هذه الجرثومة. التأكد من القضاء على هذه الجرثومة جدا مهم لتفادي الإصابة بسرطان المعدة. دمتم بخير ونتمنى الصحة للجميع.